اهلا ومرحبا بكم الى مختارات اعمدة الرأي والمقالات، والتي نبداها مع زهير السراج وزاوية مناظير من اخيرة الجريدة، والتي اتت اليوم بعنوان مسرحية الاصلاح الاقتصادي. يبدا السراج هذه الزاوية بالقول: اصدرت وزارة المالية قرارا امس الاول برفع اسعار الوقود بنسبة تزيد عن 90%. أحددت 290 جنيه لسعر اللتر من البنزين للمستهلك بواقع 1305 للجالون، و285 جنيه للجازولين، 1265 للجالون من الجازولين بهذا الواقع. وقالت أن أسعار الوقود ستخضع للمراجعة حسب سعر الدولار. وجه القرار بتكوين لجان متخصصة لدراسة كيفية توفير دعم مباشر لقطاعات الزراعة والكهرباء والمواصلات لتعويض هذه القطاعات من عبء ترشيد دعم الوقود. يمضي السراج: أبدأ تعليقي من حديث الوزير بأن السودان هو سادس أرخص دولة من بين 42 دولة أفريقية في سعر الوقود، وهي كذبة صريحة، إذ إن المقارنة بين دولة وأخرى لا تؤخذ فقط بسعر السلعة، وإنما بعوامل كثيرة. من هذه العوامل مستوى دخل الفرد والحد الأدنى للأجور والميزات الأخرى التي يجدها المواطن. على سبيل المثال، قد يكون سعر الوقود البنزين مثلا في إحدى الدول التي أشار إليها البيان أعلى بكثير من السودان، ولكن مستوى المعيشة ودخل الفرد فيها أعلى من السودان، ولا يشكل سعر الوقود عبئا عليه مقارنة بمستوى معيشته ودخله. العكس صحيح، فقد يكون سعر الوقود منخفضا في السودان مقارنة بتلك الدولة، ولكن يصعب على المواطن شراؤه لانخفاض مستوى المعيشة وضآلة الدخل. يمضي السراج قائلا: من السذاجة والغباء على حد وصفه أن توافق على شروط وتشرع في تنفيذها قبل أن تحصل على مقابل، ثم تسعى للحصول على المقابل لاحقا، وهو أمر لن يتحقق إطلاقا إلا إذا كان الطرف الآخر أغبى منك على حد ذكره، وهو بالطبع أمر مستبعد من مؤسسة مثل صندوق النقد تضم عتاولة الرأسمالية في العالم ودرجت على خداع السذج والبسطاء. اختتم السراج هذه الزاوية قائلا: من المخزي والمؤسف أن ترفع الدولة أسعار سلعة خضوعا لشروط أجنبية، ثم تعجز عن توفيرها وتستمر معاناة الناس في الحصول عليها، وتظن أنك تخدعهم بالحديث عن أنك تسعى بهذه الخطوة لتحقيق الإصلاح. فأي إصلاح سيتحقق مع استمرار العجز والمعاناة وانعدام البرامج والخطط؟